بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم نكمل سلسلة منهجية البحث العلمي واللي هي المحاضرة السابعة عن معايير كتابة المواد وطرائق العمل. طبعا لكل فقرة من فقرات البحث العلمي هي إلها معايير، وهي المعايير متى ما تزنت بيها ومتى ما وصلت إلى نسبة مقاربة منها، ما نقول لك فول وإنما نسبة مقاربة إلها، فانت يعني تو بي سكسسفول، يعني تكون ناجح. ليش؟ لان احنا كتابتنا مثل ما قلت لكم المحاضرات السابقه للبحث العلمي كلها ناتجه من احد الاشخاص خطا، وبدت تسلسل الاخطاء بعده، فصار عندنا كميه اخطاء هائله، لذلك احنا لازم هاي الاخطاء نعدلها ونقومها بشيء صحيح. ونرجع على مواطق العمل، احنا شو نسميها؟ نسميها انه شنو انت اشتغلت اكتبه، شنو انت اشتغلت اكتبه، صحيح لو مو صحيح؟ اي صحيح. لا وبل فنن بكتاب. طيب شلون راح نجي ناخذها هسه وحده وحده؟ طبعا المطرق العمل تعكس فقره مطرق العمل قدره الكاتب في استعراض شفاف لادارته العمل لتحقيق ما سعى اليه. من نقول استعراض شفاف يعني شنو معناه؟ يعني معناه انه انت ما قمت به اكتبه، شو سويت انت بالحقل انت اكتبه وبدون اي تردد وبدون اي خوف، اشتغلت ما ادري شنو. طبعا نتيجه يعني النوبات انا اشوفها طلاب ماجستير او دكتوراه او باحثين، نتيجه الخجل او نتيجه الخوف من المقيم او الخوف من المجتمع يظلم نفسه ما يكتب شيء سواه كليته، يظلم نفسه. ليش؟ حتى لا حد يحاسبني، لان المكتوب انا لا بابا اكتب اللي اشتغلت اكتبه، اللي تعبت بيه اكتب، هذا فخر لك. فلذلك احد مقوماتها يعني في يكمن في امكانيه بل سهوله اعاده جميع التجارب من قبل جميع العاملين بالحق الاختصاص. خليها ببالك هاي الفقره، لازم اني من اشتغل تجربه واشتغلها بايدي لازم من يجي ورايا استاذ عمار، من يجي ورايا استاذ سلام، استاذ احمد، استاذ مضار، من يجون ورايا لازم يعيدوها يلقون نتائج مقاربه. واضحه؟ يلقون نتائج مقاربه. هذا دل على شنو؟ انه اني كنت ناجح بالشغل مالي وطلعت نتائج صحيحه. منو من هسه من عندنا نقدر نعيد طروحته اللي اشتغلوا قبلنا ويطلع لنا نفس النتائج؟ شنو معناها انا طلعت لي مو نفس النتائج؟ اني خطا بالتجربه ما يصير. ليش؟ لان انا عندي سيلبس وماشي عليه، تراكيز مختلفه ما تصير، لان التراكيز بالسيلبس قول 5% 3% كذا بالمئة، صح؟ تمام. اعطيك اياها بشغلتين، الاولى 90% الا او في الاولى 10% هي احنا خطأنا بتقدير التراكيز، خطأنا بتقدير الظروف، مثلا 10 حراره خليناها 11، خطأنا بالمواد، المواد استخدمناها يعني ان اكتيف، هذه 10%. 90% سيجنيفيكيشنز هي شنو؟ هي تكتب بيانات من يمك، حشاكم اكتب بيانات من يمي، زين. فلذلك نشوف احنا نشوف انه يعني طلعت عندنا تجارب وطلعت عندنا نتائج ما انزل الله بها من سلطان، عندنا هوسه صارت كبيره جدا. لذلك انت مؤتمن ولا فد يوم واحد يقول لك نتائجك يعني ما طلعت بها معنويه شغلك خطا، هذا حيشاكم يعني اترك هذا الحكي، نتائجك مو معنويه، خلاص مو معنويه. واحده من الاحداث اللي صارت انا حكيها لكم ولا الدكتوره ما ادري، عالمة يابانية استرالية يمكن حصلت جائزة نوبل عندكم، اي تمام، حصلت جائزة نوبل، بعدين جنبي وراها اليابانيين ما قعدوا راحة جنبي، عادوا الشغل ما ينعاد، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين وما ينعاد، بعدين راسلوها بعدين كذا كذا، بالأخير طلعت شنو هي؟ نعم 90% لو 10% ما ندري، وسحبت من جائزة نوبل. لذلك احنا لازم يعني امكانيه سهوله اعاده جميع التجارب من قبل جميع العاملين بالحق الاختصاص. انت من تسوي شغله اليوم انت مو بعيد عليك ان تسوي شيء جديد، ومو بعيد عليك ان تكتشف، لا كان لا اللي اكتشفهم احسن منك
ولا اللي اشتغلهم احسن منك، يعني انت ماكو مشكله. فمن تسوي تجربه جديده او طريقه قياس، تكتشف طريقه قياس جديده، لازم توضحها بالتفصيل شلون ناخذ يعني شلون تتفصل وشلون تشتغل. زين، شنو الهدف من كتابه المواد وطرق العمل؟ ليش نكتبها؟ ليش اخلي مواد طرق العمل؟ واحد منكم يسال يقول دكتور انا مثلا قياس هرمون، انا ماني مكتشفه بهالقد سنه، قياس كذا مكتشفه بهالقد سنه، الدهون يعني ايش اكتبها؟ ايش تعب نفسي واكتبها؟ شوف ناس يقول لك لتجيب عن سؤال مهم، هذا السؤال خليه ببالك، كيف عمل الباحث على حل المشكلة بأي طريقة تبع؟ وين نفتار ونرجع وين؟ عن المشكلة. زين، شون هذا الباحث عمل حل هالمشكلة وبأي طريقة تبع؟ أنا مو سويت فرضية بالمقدمة قلت راح أسوي فلان شي وفلان شي، هسه جاي أنا أطبق هاي الفرضية مالتي. هالفرضية يا دكتور تطلع صحيح، ما تطلع صحيح وما تطلع خطأ. زين، طلعت فرضتي خطأ، هل البحث أشمره؟ لا، ليش تشمره؟ نحن مفتهمين إذا ما وصلت النتيجة وما حليت مشكلة البحث ينشمر. لا، ما ينشمر، هل بس عدنا بس جماعة سيجنيفيكيشن يشمرون البحث؟ لا، إحنا البحث هذا اليوم أنا مثلا عندي مشكلة بتوقع مثلا ظهور نقط بالبيض بالحليب اكو فد تطلع لي فد كذا، وجيت انا فرضيه فرضت صحيح وجيت حليتها وما انحلت، استخدمت ماده او استخدمت شيء وما انحل، هل هذا انا البحث اهمله واشمره؟ لا اطلاقا. ليش؟ انشره واقول لحد يستخدم، اوصي انه لحد يستخدم هاي الماده لان انا استخدمتها ما حصلت نتائج. اذكر هذا ماشي بالعالم، ماشي ونص وخمسه، لا فاحد يقول لك نتائجك مو معنويه كذا، اقول له لا ماشي ونص وخمسه. ليش؟ يعني ما بي مشكله حتى توصل لي وراك انه انت لا تشتغل. يعني مثلا انا عندي بحث على البيض، استخدمت الوان يعني الاضويه، فاحد الاضويه ما انطاني نتيجه، هل اهمله؟ لا، وصلت لحد يستخدمه. لذلك ما وصلت لحد يستخدمه السايتيشن مالتي صار اعلى شيء على هذا البحث. ليش؟ لان عرفوا ان المستقل صحيح، ماكو مشكله حتى لا حد يجي وراي يتورط بهذا اللون. يعني انا جربت عده الوان، انا ما اعرف، جربت عده الوان، احمر اخضر يعني عده الوان. زين، واحد من الالوان ما اشتغل، هل اهمله واضمه اقول هذا اضمه؟ لا، هذا حرام عليك، هذا كتمان علم. اقول هذا الضوء ما اشتغل ولا اعطاني اي نتيجه، بالتوصي اكتب هذا الضوء ترى ما اشتغل لا حد يستخدمه. زين، نفس المعامله، اي قيم شاذه، وحده حيل من بوزت، هذا يسموه مس، يعني مس براكتس، يعني بالتحليل صايع عجوك ماكو مشكله تعالج. هذا نوبات مثلا، يعني احنا باختيارنا للمكررات نختار خطا، وباختيارنا العشوائيه نختار خطا. نوبات احنا نميل مثلا شوف طلاب نوبات يجي يسحب دم او يجي يوزن دجاج، يقول له شيل يلا جيب، يصفون يقارن بعينه ياهو لعله ويجي شيء بابا، قل له ما يصير، ليش سموها على اسمها عشوائيه؟ عشان ناخذ تحليل الاحصائي، يعني في جزء بسيط عنها ما ادخلكم بالتفاصيل مالته. اقول له ليش سموها عشوائيه؟ عشوائي حتى هو يصفون على كل بن، يصفون ياها كبيره يجي ياخذها، هذا ما يصير. هاي بسبب هاي السالفه تطلع لي يعني اللي يسموها مس براكت، فما يعني تعالج ان شاء الله. زين، كيف ننظم ونكتب المواد طلاق العمل؟ ليش ننظمها؟ ليش نكتبها؟ شلون نكتبها؟ على الباحث يضع في حساباتي الإجابة على الأسئلة التالية. دائماً من تكتب مواد طرق العمل، من تكتبها، من تلخصها أو توصل للمرحلة الكتابة بيها، ماذا فعلت؟ ايش سويت؟ ماذا وجدت؟ أنت من سويت؟ شو وجدت؟ هاي خليها ببالك. شنو درست؟ على صفة، على شو اشتغلت، شلون سويتها هاي الصفة، شلون قستها، ليش قستها، وماذا اكتشفت؟ وهاي ان شاء الله يعني مو بعيدة عنكم، يعني ماذا اكتشفت؟ طريقة جديدة، اكتشفت شيء جديد، ترى هذا اللي انتم تشتغلوه هسه مثلا ترى كله ابداع. يعني انتم لا يعني لا عبالك انه انت مثلا شغلك كلاسيكي او شغلك، انا متأكد كل مشرفيكم طوكم مواضيع، وهاي المواضيع ما راح تطلع اذا ما نخلها باللجنة العلمية نخل، صح لو مو صح؟ ونجيكها وندققها ونضيف عليها ونحذف منها يجوز، فكل شغلك هذا جديد، كل شغلك يعني احنا نسميه خلينا نقول يعني بمور نوفلتي، يعني
أكثر حداثة أكثر شغل. فذلك أنا يعني لازم أهتم بهذا الجانب. يعني شنو لقيت شنو اكتشفت؟ يعني أنت مثلاً مشتغل على مثلاً أستاذ سلام على الخميرة، الخميرة ضيفة على الدجاج وكذا، يعني شيء بالمئة ثقفت شيء، هذا الشيء لازم أنت تحتفظ به، ولازم يعني يكون فد ثمرة إلى يعني الجهودك. لذلك إحنا نشوف هسه تروح المكتبة تبكي من 1984 2002 يمكن فتح دراسات عليا إلى حد 2021 هسه لحد دا عندنا مناقشة الأسبوع الجاي. شوف أطاريح قيامة على مستوى الأنبار بزراعة زين، علوم طبية هندسة بغداد موصل تكريت أنبار كربلاء. شوف أنت تحت القهواية هواية أنت تلقى زين، هذا اللي شنو وين راح؟ باحثين اشتغلوا وتعبوا أوكي، مو كله مو صحيح، خلينا نقول يعني قد شيء بنسبة 50% صحيح، يعني خلينا نقول نصه صحيح، إذا مو ثلاثة أرباع زين. هذا اللي هذا النتاج اللي بنوصي به إحنا بنقول به، هذا وين ده يروح؟ تعرفوا وين ده يروح؟ صفط بالمكتبة. من يجي طالب ماجستير أول كورس ما يعرف يدور على الانترنت، يروح يدور بالأطاريح. من كورس الثاني يتعلم على الانترنت بعد ما يروح على الأطاريح. فلذلك هاي مشكلة احنا عندنا، ما حد ياخذ نتاجك العلمي. لو اكو مؤسسة يعني تهتم بهذا النتاج ما كان وصلنا لهاي الحالة. ليش البرة، ليش يعني الدول المتقدمة ليش تطورت؟ عندها طلاب تشتغل وعندهم بحوث تشتغل وعندها كذا، فأي شيء هم شنو عندهم؟ عندهم إلا يعني حل ولا مشكلة محلولة وكذا، ذاك تشوف نتاجهم دي يتطور. ذاك السنت حتى أستوي بحث حتى تكتشف نيكست شنو؟ ذاك إحنا لازم نلقى حل لهاي المشكلة، يعني هي مشكلة يعني مشكلة أكثر من مشكلة البحث. عموما كيف فعلت؟ يعني شلون سويت هاي مالتك أنت؟ ماذا استخدمت لتفعل ما فعلت؟ ماذا استخدمت لتفعل ما فعلت؟ شنو الطريقة اللي استخدمتها؟ شنو التقنية اللي استخدمتها؟ شنو الجهاز اللي استخدمته؟ شنو الشغل اللي استخدمته حتى تصل إلى ما وصلت إليه؟ بعض المرات كل شيء اكتب، ظروف المختبرية، عدد البنات، كم كتكوت، كم يعني موقع الحقل. هي أنا أقول لك اكتب، ماكو مشكلة، اكتب. ليش تكتب؟ لأن هذا شغلك. حتى نفس الشيء. شلون نقولكم؟ ليش نقولكم نفس الشيء؟ أنت 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 وسلام، أنت وسلام ومصطفى اشتغلتوا وبعثتوا واحد بنفس الحقل. أنت كل البنات راح تستخدمين؟ الوظائف تختلف. سلام نفس الشيء ومصطفى نفس الشيء، لأن اختلاف، وهذا ما يعني شيء. حتى قلتكم استخدمتوها ما يعني شيء، ماكو مشكلة. أنت اكتب إيش كم بن استخدمت، إيش كم إيش كم إيش كم معاملة، إيش كم مكرر، إيش كم كذا، هذا كل شيء أنت تكتبه. ماشي عيني زين. شنو هي مواصفات مطلق العمل؟ تتمثل بالوظيفة، يعني تلخص الوظيفة الأساسية لفقرة مطلق العمل في توضيح كيفية تداول الموضوع وتوظيف الظروف والمعدات والمستلزمات والتقنيات في استحصال النتائج. يعني أني من أجي أكتب ما أكتب مبهم. بعض المجلات وبعض البحوث يقول لك اكتب الطريقة اللي مثلاً تم قياس تركيز مثلاً استخلاص الدهون بطريقة سكسولايت. سكسولايت بطريقة معروفة ما يحتاج أنا أدخل بتفاصيلها، ولكن من مثلاً قياس دم كل أكثر من طريقة، قياس هرمون أكثر من طريقة، كت الشركة المصنعة يختلف عن شركة عن شركة أخرى، صحيح؟ كت اللي أشتري أنا لازم أذكره. ليش أنا أذكر ذني التفاصيل كلها؟ يعني أذكر تفاصيل كلها بالتفصيل الممل إذا كانت الطريقة مالتي غير معروفة. أما إذا معروفة فما يحتاج أن أذكرها، خليها ببالك. زين دكتور شلون أعرف الطريقة المعروفة والغير معروفة؟ إن شاء الله راح نصلها. فلذلك أنا من أجي أكتب وطريقة يعني غير معروفة أو طريقة قيس استخدامها أو طريقة أنت سويتها حتى تصل إلى فد مرحلة. مثلاً أنت اليوم بالحقل دربت الأغنام أو دربت الطيور أن تصل إلى فلان مكان، حتى بهذا المكان تأخذ منها فد دم أو تأخذ منها كذا،
او وصلتها الى فلان مرحله حتى تاخذ هاي تكتب لي شلون وصلتها انت. بس قياس الدم اذا هو معروف ليش تكتبه؟ ما يحتاج. ما تذكر ما خلاص يعني اختصاص يعرفونه بالضبط يعرف هذا اختصاص. ليش احنا راح نجي شوي النوب انه دارك التفاصيل هواي شيء يصير. ولكن اذا كانت الطريقه غير ما يعني مثلا يوم انت مثلا استاذ عمار روض الدجاج اني مثلا يصعد منها الى هنا طريقه حتى بهذا العلو يدخل بفد بيئه ثانيه وياخذ منه دم. فمن ياخذ منه دم طريقه اخذ الدم طريقه تحليل الدم انا اعرفها حسب ما شار فلان خلاص. بس شلون صعدت الدجاج منها على هنا لازم تذكر لي اياها. ليش؟ لان ما حد مسويها وكل الناس وراك تشتغل تعلمها. تمام. مثلا جيت انت اليوم بلحوم الدواجن تريد تسوي فد مثلا بنالتي تيست احنا معروف عندنا نسوي كذا وكذا. زين اذا انا جيت بغير طريقه طريقه مالتي ناجحه لازم هاي الطريقه اوصفها بالتوصيف الممل. ولكن اذا سويت على طريقه كلاسيكيه ما يحتاج كما في طريقه فلان. واضحه؟ زين. فعلى الكاتب ان يتحدث عن تلك المدخلات بشفافيه وبوضوح وان يذكر اسماءها ومصادرها. فليس من الصحيح مثلا ان يستخدم الكاتب 10 تراكيب وراثيه يعني لمحصول معين او فد شيء ويذكر انه هذا يعني شلون اوصف لك اياها. من أنا أشتغل مثلا أدخل أذكر المدخلات مالتي البيانات مالتي الشغل مالتي أذكر بشفافية. ودائما إذا كان معتمد أنا على مصدر أذكر المصدر الأساسي مو أذكر المصدر الفرعي. هذا دكتور شنو مصدر أساسي وشنو الفرق بيناتهم؟ قياس البروتين مثلا شو وقت تم قياس البروتين؟ بالخمسينات. أو مثلا قياس الدهون الجهاز السكسلايد بالخمسينات. من اجل نشتغل على الدهون اكثر طلاب الماجستير يعني الباحثين الجدد يقعد بهاي المشكله. اخذت روحه مثل ما سلوان قايز دهون وتم قياس الدهون حسب ما اشاره سلوان 2020 شنو 2020 ترجع على سلوان ايش قايس؟ قايسه بالطريقه مال 51. اذا هل هذا صحيح؟ هذا يسموه مصدر فرعي. سلوان مصدر فرعي صح. انت اشتغلت مثل الشغله صح. انت اعتمدت عليه صح. انت قربت شغله وكذا. بس سلوان مصدر فرعي. ما ممكن اطلاقا انه انت يعني تذكره كمصدر اصلي. منو قاس الدهون اول واحد ترجع له؟ منو قاس البروتين اول واحد ترجع له؟ منو قاس الاحماض الامينيه اول واحد ترجع له؟ بس ترجع المصدر الفرعي. انا اعتباري مصدر فرعي. لان اول واحد من هو هذا طبعا هم من باب الحلال والحرام ومن باب الظلم للباحث الاصلي. اذا احنا نشوف يعني مره من المرات كاتب بحث وقعت عن واحد الحاله وقعت بيها وناشره بمجله يعني قويه. فجاني ايميل من واحد قال لي انت مستخدم طريقتي ومستخدم كذا بس ما ذاكر بحثي. من رجعت فعلا يعني هو الشغل اله. فأنا كنت ظالمة بهاي المسألة. لذلك احنا لازم شنو؟ لازم احنا يعني نكون حذرين جدا. يعني انه لازم المصدر الاصلي يذكر، مو يذكر المصدر الفرعي. سلوان ما له علاقة بالدهون، سلوان جاء قاس دهون حالك. بس منو اكتشف هاي الطريقة؟ لازم هو اللي نذكره. واضحة؟ فذاك شو يقول لك؟ يعني يقول لك يعني لازم تكون بشفافية ووضوح وان يذكر اسماءها بشكل واضح، مصادرها بشكل واضح. ونوبات عندي بعض التراكيب الوراثيه اللي ما اقدر اذكرها كلها بالمنطق العمل احتمال اخليها بجدول احتمال اخليها بشكل ماكو مشكله. مهم انه توصفها بوصف دقيق اذا كانت غير معرفه او غير معروفه على المستوى الاكاديمي اللي انت بالوسط الاكاديمي مالتك. ماشي؟ زين. يحصل في بعض البحوث ان تكون هناك اعداد كبيره من المدخلات التي يتم استخدامها. يعني عندي هوايه مثل المدخلات هوايه شغلات مما لا يستخدم يعني لا يستحسن تسطيرها جميعا في متن الفقره وانما يفضل وضعها بجدول مثل ما قلنا هسه انه تخليها بجدول. ما يصير يعني انت مدخلاتك تصير هوايه. رتب شغلك دائما خليها ببالك من تكتب حسب اللي يقرا وراك. من تكتب لا تدوخ اللي يقرا وراك.
افضل كاتب، افضل كاتب اللي يحسب اللي يقرا وراه، اللي ما يدوخل وراه. ليش كثير من الكتاب نجحوا وليش كثير من الكتاب فشلوا حتى على مستوى الروايه الادبيه؟ ليش؟ لان الكاتب من خلى نفسه تخيل نفسه قارئ الامور تتحسن معك. فانت من تكتب تخيل نفسك قارئ، لا تدوخل وراك، لا تدوخ ابو الاختصاص اللي يجي وراك يقراهن. انت اليوم وصلت مرحله، اخذت الكورس الثاني ان شاء الله، الكورسات كملت، كورس كتبت الطروحه مالتك، انت وصلت مرحله متقدمه. من يجي الطالب يعني اللي وراك خطيه، الطالب اللي هسه هو مقبول بالماجستير، قالوا له تعال جيب سوي سيمينار، وما يعرف هو السيمينار شنو، يسوي يسميه سيميلار مو صحيح، فش راح يقول لك؟ يجيب طروحه مضر، افتحها مضر، مارس عضلاته، متفنن تفنن، هذا اللي يعجب، يدوخ هذا يغرق. سالم مو صح، بس من مضر كاتب باسلوب علمي واضح سهل، شو راح يسوي الوراء؟ يفتهم اكثر. لذلك دائما نميل لمن نكتب للسهوله للبساطه، حتى باللغه الانجليزيه نميل بسهوله وبساطه. ليش؟ حتى لا تعقد الامور. ماشي زين. مواصفات طرق العمل يعني واحدة منها المعدات والأجهزة والتقنيات المستخدمة، ذكر اسم الجهاز والتقنية مع المصدر الأصلي، هاي قلناها. مو مثل اليوم أنا مثلاً على جهاز الريال تايم بي سي آر مشتغل تنسبوه إلي، لا، انسب المصدر الأصلي ماله. أنا قايسة حالي حالكم، أنا مسوي جين اكسبريشن حالي حالك، أو أنا مسوي هرمون قياس هرمون حالي حالك. تذكر من هو أول واحد اكتشف طريقة قياس الهرمون اللي المصدر الأصلي، حتى وإن كان قبلك خطأً، فإحنا ما نمشي على الخطأ ماله، حتى وإن قبلك خطأً فما نمشي على الخطأ ماله، أرجع إلى المصدر الأصلي حتى من باب، ولا تهتم يقول لك هذا مصدر قديم، إلا هذه هي الطريقة القديمة. يقول لك مصدر قديم ولا طريقة قديمة، اكتشفت طريقة جديدة حتى حطك أنت بأول واحد. ماشي؟ أنا يعني ضد هاي الفقرة مال إنه مصدر لهالقد سنة، مصدر هاي ضدها. دائما أحب الحداثة وأحب المصادر الحديثة وأحب كذا، بس شغلات أساسية ما ممكن أن أغيرها. شغلات أساسية ما ممكن أن تغير، مثلا الدليل الإنتاجي، قياس الدليل الإنتاجي، قياس الدليل الإنتاجي بيت، اتش إندكس كذا، هذني ما ممكن أن تغير. صاحبن تعبين واكتشفن، أجي أنا أقول هذا صاحب قديم، أوكي قديم جيب الجديد. جيب لي طور على هذه الطريقة، مو جيب لي اياه، اذا ماكو خلاص تحكي وياي، هذا المصدر هو الاساس. فدائما انا شنو اذكر المصدر الاساس. ماشي؟ جدول عشان بعض المطالع. اي جدول مثلا رياده البي سي ار. اي شغله مثلا جيب لك سواشن. نعم. مصدر الجهاز الالماني سويسري. تمام. اي المصدر اللي يشتغل به يعني الماركه مالته لو شنو؟ الماركه مالته جهاز والتقنية الماركة مالته، ومن هو اللي اشتغل، يعني هو اللي اكتشفه، من هو اللي لقى هذه الطريقة، من هو؟ انت اشتغلت جين اكسبريشن على شنو؟ على فلان صفة، هاي صفة اي هاي انترلوكين من اشتغل عليها جين اكسبريشن اول واحد؟ اي لازم هذا، يعني حلال وحرام، ما يصير تظلمه، وخاصة الوقت يعني. شوف سنتر فيوجات هذا ان يكون يعني شغلات صارت يعني هي كلاسيكيه، بس شنو هم ارجع المصدر الاصلي مالها. هل انا اشتغل على سنتر فيوج اقول حسب ما هي حسب ما شاء عليه سلوان؟ انا اقول حكي من هو بسنتر فيوج الاول اذكره، ذاك انا طالعنا هواي خطا، شغلنا هواي خطا. مو ليش لازم من هو اشتغل على سنتر فيوج بالسيرام اول واحد وفصل ارجع له واشتغل هو اذكره، حتى وان كان 1910 ما بي شيء، يعني هذا اصل الشغل هو مالتي. ولكن اكو ناس طورت وراه، اي اللي طور وراه هم اذكره ما بيها شيء، طور وراه واختلفت الطريقه صارت اسهل اذكره، طور وراه واختلفت طارت اسهل وابسط واوضح هم اذكره، وهكذا يعني السلسله تمشي. زين شوف هنا أنا. قد يكون الجهاز والتقنيه معروفه فنحاول الاختصار وعدم الاكثار، كما اشار فلان تم اجراء طريقه قياس هرمون الكذا كما اشار فلان معروف، كم اجراء الدهون كما اشار فلان، كما الباحث الاصلي، والخوف في التفاصيل غير مبرره تؤدي الى ضياع جوهر العمل حتى وان كان
أول حالة وبالتالي تؤدي إلى رفض البحث. ندخل بتفاصيل، مثلا وتم قياس طريقة الدهون باستخدام جهاز السكسليت الذي هو عبارة عن صعد نزل هاش يسموها تفاصيل زايدة، حشو. هذا يزعج القارئ، زين يزعجك انت القارئ يزعجك، لان احنا كليتنا من نقرا نحاول شو نسوي، ان نختار اللي يفيدنا. انا ايش اسوي بطريقه تشرح لي طريقه مال سكسولايت كامله، ما احتاجها، بس من انت طورت على طريقه سكسولايت او طورت على طريقه قياس، مثلا بالدم جيت تشتغل دم وجيت تفحص دم، شوف انا قلت الدم انا اسحبه من انا واخذه للمختبر، زين انا ايش ما اشوف الجهاز بشكله باسم الحيوان ويقيس لي هاي الصفات كلها، وجيت انت قاعد تسال واحد ابو حاسبه واحد ابو كهربائيه واحد ابو ترانزستور ولميت لك فتشي وسويته وجيت وقست طلعت صحيح، شو رايك طلع صحيح؟ هذا اكتشاف صح ولا مو صح؟ من تخلي مثلا نيدل بالهذا ويقيس لك الدم، هذا شيء صار جديد. زين هذا هم اذكره طريقته مختصره؟ لا هذا بالتفصيل الممل، حتى الراي مال الكهربائي، حتى الراي مال الشاب ابو الحاسب، حتى المعمل الصناعي لك اياه، حتى كله تذكره بالتفصيل الممل. لين جديد؟ لو ترجع لطروحه مالتي مال الدكتوره، انا مسوي جهاز مال فحص السلوك هم جديد، ففصله تفصيل، فصله بالتفصيل الممل. ومن كتبت البحث بالمستل باللغه الانجليزيه فصلته اكثر، ليش؟ لان راح ينشر العالم، راح تشوفه كلهم، فصلت صور وحطيت صور وحطيت اشكال وطريقه العمل ومن بدايته لنهايته. اضافه الى ذلك ايش خليت؟ خليت اسم المعمل السواليات، نجار عنده معمل اسمه معمل الزهور، سويته وصلت اللوكيشن ماله مال المعمل، التحداثيات مال المعمل، تقاطع حلقد ما ادري شنو احداثيات الخريطه مال المعمل خليتها. ليش؟ ان هذا حق لازم اذكره. تمام، قلت له حتى بالمعمل تتوقع في يوم واحد يراسلك من برا يقول لك سوي لي مثل هذا. فلذلك هذا اني لازم ادخل تفاصيلها، ولكن اذا كانت الطريقه معروفه فما يحتاج ان املل القارئ. قارئ ما يحتاج امللها، شيء بسيط وشيء يعني هادئ خفيف حتى هو شنو، حتى هو يستفاد من بحثك، ماشي؟ لان واحده من اسباب رفض البحوث هي الاكثار بكتابه مواثق العمل. دائما اجيب وحشي مقابل علمي، عنده حق يختصر هاي السؤال؟ له حق، كل شيء له حق، حتى لو بحث ما اشتغل على الشغل، يعني مو احنا حشو اي شيء، هو ما دام هو جديد ما يقدر يحكي وياك، قديم شغل قديم. وانت مثلا مره جاني بحث وتم استخدام كميه هالقد من كلوريد الصوديوم، تحضر عن طريق خبط هالقد في هالقد، وكانت الخبطه في مدري شنو المختبر، وكان المختبر هالقد غرام من مدري شنو ضفت عليه وادى الى، هذا حكي حشو يبزع يملل. حتى مثلا انت مثلا قياس قياس مثل الوزن الحي، قياس الوزن الحي ما يحتاج معادله ما تذكرها حسب طريقه فلان، يصير انت بقياس الوزن الحي وتم مسك الدجاجه من رجليها ورفعها وضعها في الميزان، وكانت الميزان نتيجة هالقد، بعدين شلناها وقسمنا، هذا يزعج. اي هذا يزعج، يعني ذاك شو سوي انت؟ هاي السالفه ميل للاختصار. ولكن لا، اذا لقيت طريقه جديده وما حد قايسه قبلك، او انت حورت او انت طورت او انت ابتكرت، اذكرها بالتفاصيل. ماشي؟ زين. ذيك التفاصيل مهمة عن تقنية إذا كانت البحث، إذا كان الباحث حور أو عدل شيء فيها، لأنها أصبحت مختلفة عن الأصلية، وبهذا يجب ذكر التحوير أو التعديل، ويجب أن تكون بصورة تكون سهلة للقارئ. أيضا إذا لقيت أنت شيء وعدلت وحورت وكتبت، هم تكون سهلة للقارئ. ضع نفسك مكان القارئ، ضع نفسك مكان القارئ دائما من تكتب، حسبك ناس راح تقرأ وراك، وهاي الناس من أمه، ناس من أمه، من اختصاصك، من خارج اختصاصك، من خارج كليتك، صحيح؟ فمن يجي يريد يفهم. شوف بالمناقشات، نضرب لها مثل بسيط، بالمناقشات من تناقش يجون قرايبك، يجون أصدقائك، ويجون عمامك وأخوتك، فمو كلهم مفتهمين أنت إيش تسوي.
فليش اقول لك انا بعرض المناقشه اهتم بي؟ من تجي انت تقول تعد الدواجن احدى اهم مقومات العراق في والبدرجن انا ما راح اهتم عليك. راح يسوي يقولون شيء صاحبه اي ابو فلان يقول شنو ما يهمك يعني هذا شيء بعيد عنه. بس من انت تلخص له تحط له صوره وتلخص له الشغل قول له يابا انا لقيت هيك مشكله زين وهاي المشكله راح اشكل قصه عليها وهاي المشكله سويت هيك وحليتها وزاد عندي الوزن تمام. انا ناقشت واحد بمحتى الجامعات فأمم يعني شلون احنا نسميها يعني مره كبيره بس نحجيها الله يحفظها مال هاي البركه احنا نسميها فقاعده بس هي تقرا وتكتب يعني كانت معلمه او هيك شيء يعني تقرا وتكتب يعني واعيه خلينا نقول مثقفه. فاجا ابنها قعد قال خبرني قبل يوم يعني وصديقي يعني كان وياي سابقا وكمل وراه يعني وراه كملت وكمل فقال دكتور شو تقول؟ قلت له والله العرض مالتك سوي هيك وهيك علمته يعني. فجاء عرض انه شنو المشكله اللي عندنا بالدجاج وشون هو حلها باستخدام ماده وبعدين هذا الحل ادى الى زياده وزن الدجاجه. فمن طلعنا من الباب اما تحكي لصديقاتها القرايبهم تقول لهم والله محمدنا ما شاء الله يعني جايب مادة الفلان هي وحطها وزود لنا الوزن. هي قامت تحكي بالشغل ماله ليش؟ لأن الفكرة وضحت. من أني أوضح الفكرة مالتي؟ من أوضح الفكرة مالتي؟ إذن أنا شنو أني؟ أنا ناجح. كثير كثير جدا من النقاد الأدباء الباحثين المعلمين المدرسين أساتذة الجامعة عنده معلومة وذكي جدا بس خطأ وين؟ خطأ باي وين؟ باي كونكت باي كونكت بتوين ستيودنت انه يربط بينه وبين الطلاب ما يقدر يربطها. فانت نفس الشيء من هذا المفصل عندك يضعف ان توصل معلومتك للموجودين تخطأ. كلكم لقيتوا سيمينارات بالكورس الاول كل سيمناراتكم لقيتوها هي عبارة عن مستخلص لبحوث منشورة بمجلات عالمية وإلها نتائج وإلها شيء جديد وعظيم صح لو مو صح؟ وين خطأنا؟ غدا بتوصيل معلومة. لو أنا مصل معلومة مثلاً لو مثلاً أنتم مصل معلومة صحيح كان ما حد سولف وياكم. ذاتي أنت أخطائكم شنية؟ وين فرضية؟ وين الهدف؟ فلان ليش سوى هيك؟ أكو غير ذا الأسئلة؟ ما حد قلكم إيش اختارتوا إيش موضوع؟ ما حد قلكم ليش هذا الموضوع مثلاً قديم أو إيش قليل جداً؟ حتى وين كان موضوع قديم ولكن أنت من تلقي بصوره صحيحه احنا نشوفك بالعاميه كذب مصفط يضحك مصطفى هذه يقولها ولا تصدقهم خربط والله دكتور ما راح اتعلم اقول بس على الفرضيه على الفرضيه يعني تقسمها قبل ثلاثه اي والله دكتور ايش بالحديث شنو انواع الحديث حسن لو صحيح هاي دكتور ضاف له دور سوالف دكتور ها اتري انا لطبعا كان قاعد برا بالقسم وما اعرف كل شيء اعرف. المهم فهذا شاهد كلامنا حتى انت لو مصل المعلومه جديد يعني لو مصل المعلومه يعني ترى هي فن ترى انت مسؤول عن كل ما موجود بالسيمينار اي بالضبط انت مش حاضر حديث المطار شنو معنى بالضبط اي بالضبط اي يعني لو انا يعني لو يعني نعرف نوصل المعلومه ونعرف نجذب القارئ انه ما حد يقدر يناقش ابد ما حد يقدر يسولف وياك ليش؟ لأن هي أساس شغلك هو شنو أنه توصل لي معلومة. فإحنا قاعد نخطأ بهذا المفصل ذكرت لك عشان إحنا هواي تدرسين يطبوا لكم وأنا متأكد علمي تفول بس شنو عنده مشكلة مدى يوصل لك المعلومة بصورة صحيحة صح لو مو صح ولو شلون صار دكتور ولو شلون صار تدريسي شلون صار طالب ماجستير وطالب دكتورة وإلى آخره. لذلك إحنا لازم نفهم شلون نوصل المعلومة من وصل المعلومة صحيح إحنا صحيح. بس أقول لك أنا شلون تظهر بصورة سهلة دائما أظهر معلومتك بصورة سهلة أظهر معلومتك بطريقة سلسة خلي القارئ شوقه يجيبه إلك يجيبه إلك ليش؟ لأن القارئ يعني خليه هنت ببالك القارئ خاصة طالب الماجستير طالب الدكتورة لو تصب له ذهب لو صاب له ذهب بالرسالة ما يقرأ غير الشيء اللي يفيده غير الشيء البسيط اللي يفيده من انت موفر له معلومات بسيطه وسهله
رأساً راح يجي ياخذهن. يعني انت من كاتب بالطروحه مالتك او بالرساله او بالمقدمه، لذلك كانت فرضيتنا لهذه الدراسه كذا وكذا، فالف رحم على والديك مضر، جيب انقلها على السريع وخليها بالسيمينار مالك. الفرضيه كانت هالشيء مو صحيح. ومن تساله سابقا شلون كتابه مضر، والله احسن شيء، والله برتبه. ليش؟ لان وجد ضالته بها. صح لو مو صح؟ ما دام وجدنا للريده اذا نقول عليه زين. هذا اسلوب عام يعني بكل نحن. انا واحد من الناس مثلا عندي فلان باحثين ضايفهم على السيج جيت على جوجل سكولار، هذا من ينزل بحث اوف كل شيء راح اقراه. ليش؟ لان وجدت ضالتي عنده، وجدت الشيء اللي مضيعه عنده، لان سهله بسيطه موضح اياها بالتفاصيل، الميكانيزم مالته كله موضح بالتفاصيل، فصير حلوه. انا شايف بعض ملخصات كلمه بالبول باك جراوند، يعني كاتب لك مثال بالضبط. اي هذا بالضبط. يعني ما حاجه دوخ والكاتبه ما حاجه. اي بالضبط. اي لذلك احنا الشيء السهل دائما نروح له. فليش انا ما اخلي كتابتي سهله؟ حتى شو دائما، حتى دائما اني اصير قرائي اكثر وبالتالي افيد العالم اكثر. زين. الابتعاد عن ذكر الأشياء التي تسيء للباحثين آخرين أو مجموعة أخرى. بالبحث العلمي عندنا ما يسمى بالpublication ethics، اللي هو شنو؟ أخلاقيات النشر أو scientific research ethics. دائما لازم الباحث أن يتمتع بصفة عالية من الأخلاق. ونقول أخلاق، حق الدكتور ما عنده أخلاق، لا عنده أخلاق، بس أكو أخلاقيات ومعايير للنشر. ان شاء الله دالحق انا نعطيكم عن فد هنت بسيط عنها. هذه اخلاقيات النشر اني وحده منهن ما ممكن ان اطعن بباحث، ما ممكن ان اكتب برسالتي فلان كان مستغل خطا، انا ما لي علاقه اشتغل خطا، هو ودار النشر والمجله اللي نشر بيت هم ينجازون ماشي. انا اذا حيل ابتعد عنه ما اذكره. واضحه؟ ما ممكن ان اسيء للشريعه، ما ممكن أن أسيء لدين، ما ممكن أن أسيء لمذهب، ما ممكن أن أسيء لأي شيء بكتابتي. ليش؟ لأن إحنا يعني هذه لازم إحنا كناس علميين لازم نصير فوق هذا المستوى. ما ممكن أن أسيء الجامعة، المؤسسة، الباحث، المذهب، هذه كلها أنا لازم أعبرها، لازم أعبرها. لو تجي تشوف البحوث اللي مكتوبة مثلاً بالخارج، حتى انت من تكتب بحث وتروح تقول مثلا، انا مره من المرات كتبت ودزيته وقلت لهم انا سويت اثنين شيء، يعني سويت يعني ما سويت القبل ذبحت الطير حسب شريعتنا، هم كانوا رجعوها انه تذبح الطير لازم تسوي تخدير حتى تاخذ من العينات، لان هذا يعني عندهم رفق بالحيوان. فقلت لهم انا هذا منافي شريعتنا ما اقدر انا اسويه. قالوا خلاص بقي خلاص، حريت الراي لك، قبلوا البحث ومشت الامور ما عندي مشكله. ليش؟ لأن هذا يسموه أخلاقيات باحث، ما ممكن أن تتجاوز على أخلاقيات الباحث. مثلاً بالهند مثلاً تشتغل على أبقار، وبالهند مثلاً عندهم يعبدون تقسم منهم يعبدون الأبقار، ما ممكن أنا أن أسيء لهذه الفئة إطلاقاً، ما ممكن أن أسيء لمجتمع، ما لازم أنا أتمتع ب يعني ب ب بشو نسميها نزاهة، ونتمتع بفكر عالي ووعي عالي حتى لا أقع بهذه الأخطاء، فما ممكن أن تسيء لهم. الإشارة إلى المرجع الأصلي وتجنب ذكر المراجع الغير صحيحة. يعني لازم المصدر الأصلي حكيتكم عليه قبل شوية، لازم نذكره، ما نظلم باحث. مو اليوم أنا مثلاً مشتغل شغلة عماد تجي تسبون شغلة إلي، لا سبوا الشغلة إلى عماد، أرجع عماد روح نام مو زين. تسمية المسميات كما هي، أي عدم ذكر جهاز أو تقنية ونتعرف عليها بغير اسم. بعض المرات عندنا باحثين يتفلسفون. طبعاً وأنا أستقلك يعني أخذكم إن شاء الله محاضرة عن نشر. أول سبب من أسباب رفض البحوث هي فلسفة الباحث. باحث ينغر. اليوم أنا اشتغلت مثلاً على إضافة مادة وعلى الدم وعلى كذا، طلعت نتائج حلوة. أقوم ما أمشي بالكلية، أقوم أرتفع عن كل الجدول وأمشي طاير فوق ربعي. انغر غرور. هذا يعني غرور موجود، فيبدي من يكتب يبدي يعظم بشغله، يبدي يوسع بالكتابة مالته، يبدي يقول أنا شغلي. ها
هذا احد اسباب رفض البحوث. نفس الشيء هنا لان يجي مثلا هو جهاز مثلا مثل قياس الكلوروفيل بالاوراق او قياس الدم البسيط او جهاز الاتش بي البسيط ويبدي يسمي بغير اسم او ينطيه غير صفه، ما يحتاج الحكي. مثلا هو مثلا البي اتش وتم استخدام جهاز الباراميتر ما ادري شو يسموه، ما يحتاج. تكون تو بي ايزي بالبحوث، تو بي ايزي كن سهل ماشي، فسمي الامور بسمياتها متعرف عليها. اليوم شو ضمن يعني مثلا اليوم واحد يناقش اي نعم انا شو ضمني شو راح انا يمكن اقول اسوي استجابه الافكار من كل مقدر ارضي لا ارضي هذا ولا ارضي هذا. نعم. يعني انت اخوتي طزب هذا طزب ذاك، امشي على المعايير اللي عندي. زين دكتور عندي معايير شو تقول؟ اختصر اكتب بكثره اكتب بكثره. ما اني يعني ما دا ارضي، غاية الناس رضاء الناس غاية لا تدرك. إيه. لا مو مقيمة، ناقشة حاججة. أنا زيطيك ذن السوالف، ناقشة حاججة. مو أنا كل ساعة تقولون كل ساعة أقول أنا ما أقدر، كل ساعة أقول أنا ما أضربكم مثل مو يعني أقول أنا هواية، ما أرد أقول أنا هواية. إيه. بالمناقشة أحد الدكاترة قال لي طريقتك للهيستولوجي ما المخ خطأ حقا، قال لي خطأ مو صحيح، بس انا متاكد انها صح. اوكي دكتور نتناقش. قال لا خطا وصلحها. قلت له لا والله دكتور خطا، اجينا 6 اشهر ما في شيء. خطا اجينا 6 اشهر صحيح خلاص ما تمشي الامور. قال لا نعوفه وبعدين. قلت له والله دكتور اذا تعوفه اطلع من المناقشه، قاعدين عالم كلها. وقلت لي خطا؟ لا والله دكتور ابد. قل لي شلون خطا؟ قال لي فلان دكتور انا فلان دكتور يقول فلان مذهبني يقول أنا هذا حكي ما اعتمد عليه. شيء لي آخر شيء هذا أنا بحث 2015 طلعت على الشاشة حضر عرضته، هذا بحث 2015 طلعته شوفه قدامك هاي الطريقة مالته، أنا نفس الطريقة سويتها، عندك غير شيء قل لي. قال لا حالي خلاص، فأنا مو قرآن. هو حتى أنا ناقشك سلوان، ناقشك دكتور عادي دكتور باثر، مو قرآن. ها ما يقدر مخليك درجة أبويا، ما يقدر. ترى شوفوا ترى انتوا فاهمين مسألة عكس، ترى المناقش خايف من الطالب مو انتوا خايفين منه. ترى الرسالة يمك سنتين هو يمك 15 يوم، انت من جيت لقيت بس انت شنو مو ترادده باسلوب، يعني مثل ما قلت لك تو بي ايزي، راددها باسلوب يعني اسلوب علمي، مو تناقشه باسلوب لا دكتور انت من يقول خطأ وشي النفاضة تشمر عليه، لا ناقشة بأسلوب قال دكتور أوكي أنا هذا اختصرت لأن معايير كتابة الكذا تقول كذا، ودرسنا دكتور فلان وجيب دكتور فلان هو خلي يحكي لك، هو قال إنه هيك وأنا على ضوء مشيت، أو بحث فلان يقول فلان شيء هو هذا اللي سويناه إحنا. تريد أختصر أوكي، بس إذا غير المعايير أنا ما أقدر أمشي على المعايير اللي عندي. ناقشة ما بيها شيء، يعني هو يعني هي مناقشة اسمها مناقشة، إحنا مفتهمين مناقشة. صار دكتور حاضر دكتور، صار دكتور حاضر دكتور، فلان خطا صار دكتور حاضر. مو انت غلطت يا لا مو شي في انشار ابويا، مو شي في انشار، لا مو شي في انشار. دائما انت شوف احنا انا مناقش واحكي لك، انا من اشوف الطالب يردد اخفف وياه، يعني اقول هذا قاري هذا 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 مشتغل، احنا نقول يعني خلاص هذا مشتغل يعني مبين مشتغل مبين تعبان على طروحته، بس من اشوفه صار دكتور امر دكتور هذا ما قاري شفيان شر على قولتك بس يخلص. ليش شفيان شر؟ ليش خلي اخذ 80 شنو ناخذ 80 انا امشي طلعت من شرخه، بس تقبل له ما ينطيك 80 وانت عندك مستوى عالي من المناقشه، ما يقدر يعطيك 80. مناقش من يشوفك تناقشه ومن يشوفك تحاوره ومن يشوفك انت فاهم شغلك ما يقدر ما يعطيك 80. يعني مره من المرات طالب تربه ناقش هنا صديقي هو ولد علاقتي بقوية، فجاء عليك مشرف ماله ماردة خلينا نقول، قلت له يا بنت شغلك صحيح سوي الموثق العمل سوي كذا سوي العرض مالتك بهالطريقة مقدمة هيش مشكلة صور كلها صارت صور. فمن كمل العرض مالته مناقش من بغداد قال له تقبل الله جاي اليوم تعطيك 70. قال له بس على هذا العرض وعلى الفكرة اللي فكرت لي اياها عيد لي الرسالة عليها وانت اليوم امتياز.
إذن هو غير فكرته ولا ما غير من فكرته؟ واخذ امتياز، بس قال له شنو؟ قال له الامتياز على الباوربوينت راح يسوي له صوره عليه مستقبلا. صح له مو صح؟ إذن أنا ما أخاف، ليش أخاف؟ كلهم عندهم عندي طروحة سنتين وأقرأ بيها وأكتب بيها وأكتب بيها. يجي سلوان 15 يوم يمه دي يعلمني بيها، لا صحيح هو استاذك صحيح هو كذا، بس انت شنو؟ انت شغلك وين؟ كتابتك وين؟ قراءتك وين؟ اما اذا كنت انت حشاكم، اذا كنت اني ناقل من غير طاريح، بايق من غير طاريح، ما بياناتي نصر الدين، ما تفسيراتي كلها بوقي، ما تعبان بها اني، لا بالله سمعا وطاعه، سمعا وطاعه. سلام مو صح، وراح انزل يوتيوب وتسمعوا الكل زين. عدم سيادة فقرة المواد وطلاق العمل على بقية الفقرات نفسها. ما طرق العمل هي لأجل توضح عن شيء بسيط، ما أجي أنا نسويها سيادة الكل. السيادة لمن؟ منتج المناقشة. سيادة لمن؟ للمناقشة. السيادة إلى أنك شون تثبت شغلك صحيح، تمام؟ فما خليها هي السيادة، خليها المختصرة البسيطة زين. بالنقطة الثانية من مواصفات طرق العمل، دائما من نكتب نتجنب انه نكتب للمبني المعلوم، ودائما نتجنب انه نذكر انا هم وي يو يعني يورز كذا. هذا نحاول الفقرات دني نتجنبها، لا نقول انا بالكتابه، مو مثل انا كل شوي اقول لكم انا مراني ما انا الحس راح تنحسب علي، فهذا نبتعد عنها. ننطي الثير، ننطي الذيم، ننطي الثري بيرسون، ننطي كذا، يعني في التفاصيل تقروها بسيطه ما هذا شيء. يفضل استخدام الفعل الماضي في الكتابة، دائما أكتب الفعل الماضي. لأن ليش فعل ماضي؟ لأن أنا اشتغلت ماشي، مو سأفعل وإنما مو I will do وإنما شنو؟ عادت واستعدت. تمام I did تمام إيه. ليش؟ لأن أنا اشتغلت خلاص، ما أجي قوم راح أسوي، أنت مشتغل. دائما من نكتب يعني شوف إن أنا جاي لك قايل لك ليش تقانوا الخطوات؟ ضع 10 ميل في بيكر حجمه 50 ميل، ثم اضف عليه ماده من ماده، ثم اغطي الماء. هاي مزعجه، هاي طريقه موجوده تكتبها. دائما امين المن اميل لا يعني شيء بسيط ويطاق، مو لا يطاق عند ذوي الاختصاص. دائما الاختصاص يبزع، المقيم يبزع، يقول لك هذا جاب لي بحث كاتب لي هذا فلقدر، يعني طريقه موجوده ليش انا اكتبها؟ ماشي، هاي ناقشك بين المفروض وقتها طريقه موجوده ايش كاتب لي اياها تفصل بيها مين الاختصار زين. الخطوة الثالثة أو الفقرة الثالثة الخطة، يعتمد الكاتب عند رسم خطة متكاملة لفقرة مواد طرق العمل على توفير جميع مستلزمات الفقرة. دائما أنا من بدي أكتب مواد طرق العمل حالي حال ما أريد أسوي خطة أو أسوي خريطة مع البيت، أرسم الخريطة، أجيب المواد، أحط الإسمنت، أحط الرمل، أحط الشيش، أحط أرتب أموري كلها، بعدين شو أسوي؟ أجي ألملم. فدائما شو أسوي أنا؟ حط الصفات اشتغلتهم، شلون قستهم، اوراق يمي مال الشغل، دفتر مال البيانات يمي، حصفطهم كلهن واجي ابدي اقعد وحده وحده، عشان سويتها هيك، عشان عملتها هيك، عليها طريقه عملتها حسب البحث الثاني يا دكتور سلوان، هاي والله هذا البحث حسب ما اشار فلان، حسب ما كذا كذا. ولا ضير ان تاخذ من طرق اللي كاتبين قبلك، ماكو مشكله، يعني هي نفس الشيء ماكو اختلاف بيها. يعني الكاتب قبلك نفس الشيء ماكو اختلاف بيها، ذاك بعض بحوث بالجامعات يقول لك مواد طرق العمل بالسلال شيلها، لان هي نفس الشيء وجوز تطلع بها السلال، هاي مو مشكله، وبرتبها ويعني واحاول اسويها بجداول، اسويها باشكال، اسويها مخططات، اسويها يعني بشكل مرتب. ليش؟ حتى تكون اسهل للقارئ. اليوم انت من تجي تفتح وتلقى صفحه كتابه تبزع، بس من تلقى مخطط T1 T2 T3 T4 مرتبه هيك شنو هو؟ يصير اسهل وانزك للقارئ. دائما مثل ما قلت لك خلي بالك انه انت قارئ، ميل الى انه انت قارئ، من تكتب قول هذا شو راح يقرا وراي، شو راح يفتهم. واضحه زين. اي نعم. اكو فقرات يعني مثلا يحكي عن الدهون مثلا، اي اي مكونات او اشتقاقاتها او تسمياتها، يعني نعم لاحظ داخلها بالبحث، نعم انا محتاج اذكرها، اي نفس العباره هذه راح ناخذها بالبلاجرزم، موضوع البلاجرزم ان شاء الله، ونكمل ثاني السلسله.
شلون نتخلص من الاستلال، شلون نتجنب الاستلال، شلون نتجنب السرقة العلمية، شلون نتجنب شلون نقتبس، شلون يعني نذكر احنا ان شاء الله ناخذها تجيكم يعني ان شاء الله وحده وحده. الكاتب من يكتب يعني من ينتهي بكتابته يعني يعلم جيدا بان اغلب القراء المتمرسين من ذوي الاختصاص سوف يستخلصون الكثير من طريقة كتابته الفقرات المذكورة. اكو ناس وراك تقرا، وهذول اللي يقرون مثل ما قلت لك يا اما اقل منك مستوى او اعلى منك مستوى، انت ما تعرف. ونقول اقل واعلى حسب العلم يعني مو حسب غير شيء. لذلك يتمنى ذوي الخبرة يعني ان يكون الكاتب قد اجاب على مجموعة من الاسئلة. هاي المجموعة من الاسئلة راح ناخذها هسه، لازم تخليها ببالك من تكتب مطلق العمل. زين، هل هناك ضرورة قصوى بان يذكر او يحدد مكان وزمان اجراء التجربة او التجارب؟ شوف الوضعية تحتاج لو ما تحتاج. اليوم انا طالب كلية الزراعة، اشتغلت بكلية الزراعة، يحتاج اذكرها يعني تم تدريب كلية الزراعة، كلية الزراعة لازم تذكر في حقل الحيواني في كذا في كذا، هاي التفاصيل يعني حسب ما انت تراه مناسب او غير مناسب. زين، هل كانت الفقرات منظمة من حيث تسلسل ووضوح احداثها؟ نظمتها، سلسلتها زين، رتبتها زين، صعدت نزلت اخرت قدمتها، كل لازم شنو نخليها ببالنا. هل اختار ان تكون جميع المعلومات في فقره واحده، ام كان من الافضل ان يتم تجزئه الفقرات الى اجزاء تحت عناوين ثانويه؟ دائما انت كباحث جديد من تكتب لا تدمج فقرات هوايه تخطا، من تدمج فقرات هوايه تخطا. وانه شو تسوي؟ قياس الدم، تم قياس الدم بطريقتين يعني صفتين، الاولى صفات الخلويه، واحد صفات الخلوية اللي تضمنت بي سي ار الكرة الدم الحمراء البيضاء الكذا 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 الكذا، وتم اجراء حسب طريقة المشار اليها في فلاحة كذا. اثنين صفات الحيوية، وتم قياس بها الكوليسترول الكذا الكذا الكذا، وتم اجراء حسب ما اشار اليه فلان. هاي يسموها تجزئة. هاي التجزئة احسن الك كباحث جديد واحسن الي كقارئ. نجي اقرا وراك افتهم ايش سويت، اذا تكتبها دمج انا ما راح افتهم ايش تسوي. واضحه؟ واحد يعني في التفصيل بحيث اني افهمها. واضحه؟ زين، هل تم اتباع النظام المقرر لكتابه الفقرات ما لا يتنافى مع نظام جهه النشر؟ دائما مثل ما نريد نكتب احنا نريد ننشر بعد او نكتب او ارد اكتب، اول ما اخلي ببالي اني وين راح هذا المنتاج مالي وين راح اخليه، تروح تسات الماجستير مالتي وين راح اخليها، البحث المستل وين راح انشره. فمن بحث مستل اروح على جهه النشر، مجله او جهه نشر، هي بقى ما عندك شيء، عندك درس بس على درسكم الثاني. يقول له بفلوس هذا ما ببلاش. لا يا ابا لا اروح هناك. هناك القسم على جواء مرتبة. زين، دائما انظر الى جهة النشر شنو متطلباتها بمواطرق العمل، شلون تريدها. مثل اليوم مجلة الانبار العلوم الزراعية شنو كاتبة مواطرق العمل، شلون تريدها مجزئة شلون ماشي. اما بالرسالة النظام كتابة الطاريح مالتي شلون يريده، اي موجود اي دليل موجود كتابة الطاريح عليه ادي امشي اكتب. واضحة الفكرة؟ زين، هل كان هناك إسراف في توصيف حالة عامة؟ ها قلنا عليها قبل شوية من اللي قال نتيجة وقام يجيب ويهت. لازم شو سوي أنا؟ ما أسرف، ما أكتب هواية، ما أزعج القارئ، شيء باختصار. دائما مين الاختصار؟ دائما مين الاختصار؟ وضوح، اختصار وضوح، هيا ببالك اختصار وضوح. أم كان غموض في توصيف تجربة أو شيء غامض أنا تغيرت شيء جديد ما كتبته؟ أنا أقول لك إذا سويت طريقة جديدة وإذا سويت كتبت شيء جديد أو فعل جديد اكتب تفاصيل، اكتب بالممل، لأن أكو ناس وراك تطبق هذا الشيء ماشي، لا تخليهم إلا يرجعون إليك. من كتم علما جمعه ميدان النار. أكو ناس تكتب شيء بحيث إلا يرجعوا لها، هذا حرام. اكتبه أنت، أنت اكتشفته وراح تنشره باسمك، ابقى باسمك ما يقدر يغيره. فليش ليش ليش تكتمه ماشي؟
ها شوف بحيث لا يمكن إعادتها من قبل دولة اختصاص. يعني انت مسوي طريقه بس ما توضحها حتى وراك ما يعيدها الا يرجع السلوان. حتى السلوان يتفيك عليه، اعطيني فلوس، اعطيني ما ادري شنو، هاي السوالف اللي تحول السياره بالضبط. لا لازم تكون واضح بيها. هل تضمنت الفقره معلومات كافيه عن مواصفات الكميه، الاوزان، حجوم، ابعاد، اوقات، فتره؟ لازم كل هاي تكون بالحسبان نذكرها. هل تم تحديد معامله الشاهد عند كل تجربه وما هي مواصفاته كونها معامله شاهد؟ دائما اشوف اني من نكتب نهمل المعاملات مالتي. المعاملات بتكتبها بشكل بسيط مختصر ما تبين. لا، معاملات تكتبها بشكل واضح، هي اساس شرك المعاملات مالتك. زين، ودائما هاي معامله الشاهد هي معامله تجربه، هي معامله السيطره. دائما اكو ناس ما يكتبها، لازم هذه ما تبين. نعم، ترى كان الماي يشرب عادي ما نذكر، بس استخدم مثلا وزن في الكنترول مرمى صلاين. ايه. لازمين ذكر صح؟ لا لا، اثنين نذكر. اثنين نذكر؟ زين، هي معاملة بوزيتيف او نيجاتيف، اثنين معاملة خلاص. هسه مثلا انت تحقن بيض، من تحقن بيض يقول لك انت تسوي معاملة بوزيتيف ونيجاتيف. شنو البوزيتيف؟ بوزيتيف انه الحقن شنو هو؟ الآلية مال الحقن، هاي الاختراق هذا البنتريشن، شو يسوي بالبيضة؟ هاي السيطرة. والثانية المادة مثلا المادة تدخل نورمى صلاين. مثل مادة اعتيادية ما تسوي شيء، ولكن بس تأثر لك على الحقن، كسر القشر شنو صار. هاي سموه شنو؟ معاملتين بوزيتيف ونيجاتيف. فلازم اذكرهم اثنيناتهم، ما بيها مجال، ولازم اهتم بيها. ليش؟ لان هي اقول لك هي الشاهد مالك. لان تقول اني من اني حقنت مثلا احماض امينيه، صار عندي وزن نموجنين. زين، هي المعامله. زين، من يقول صار عندك وزن نموجنيني؟ لان انا اللي ما حقنت فيها ما صار عندي حقن نموجنيني. صح لو مو صح؟ هذا هي الشاهد مالك. انت شلون الشاهد مالك تقتله؟ شلون الشاهد مالك تموته؟ من يشهد لك؟ مو صحيح؟ فلازم تهتم بها. هل تضمنت الفقره توضيح اعداد المكررات وكميه المكررات الواحده والطريقه التي اتبعت تحليل النتائج؟ هاي احنا عندنا مشكله، ما يذكرون المكررات. ضروري جدا ذكر المكررات. والمناسبه بالوقت الحالي كل ما زودت المكررات كل ما احسن، وكل ما اعدت القراءه كل ما احسن، وكل ما زودت قراءاتك فهو احسن لك. ليش؟ يعني راح تقلل عندك الخطا القياسي. واضحه؟ زود السامبلات. بالضبط، زود السامبلات ما عندك مشكله. حتى من تقرا مثلا، جيت تقرا على الريال تايم بي سي ار، جيت تقرا على السبكتروفوتوميتر غيره، اقرا اكثر من مره ماكو مشكله. زود بيانات مالتك حتى تقلل الخطا القياسي. لا تخلي مكررين، ما يصير. ولا حتى الثلاثه يقولون قليله، اربعه وفوق احسن لك. ماشي؟ يعني هو بحث لازم. ونرجع نقول هل تمت الإشارة للمصدر الأصلي؟ لازم نبدأ نشير المصدر الأصلي. زين، هنا أنا عندي كيف نبدأ بالكتابة؟ شلون أبدأ؟ أذكر تفاصيل المعاملات بطريقة سهلة وواضحة ومفصلة غير معقدة. سهلة، خليها ببالك هاي، سهلة واضحة. فأقول شنو الفرق بين سهلة وبين واضحة؟ سهلة يعني أقدر أقرأها بسرعة، واضحة يعني مفهومه الي. زين، اي مفصله شنو؟ مو بكل النواحي، باللي اني اريد او افصله، وغير معقده يعني واضحه. زين، تغليب الطابع الكمي والابتعاد عن الطابع النوعي، الذكر الاوزان والحجوم والطول وموسم التجربه، كل لازم نذكرها. يعني لازم انا اخلي ذني كلهم تم استخدام هالقد، اي اوكي، وزن هالقد، طول هالقد، يعني لازم اذكرهم. الإشارة إلى طريقة تحليل النتائج وذكر المرجع الأصلي في مرجعية التحليل. شلون حللت نتائجك؟ لازم نذكرها. طريقة استخدمت، لازم أذكرها. مو مثلا أقول وتم تحليل النتائج وأسكت، لا، يا طريقة الدم إلى طريقة، وزن إلى طريقة، الهرمون إلى طريقة، كل واحدة إلى طريقة كاملة. ذكر تفاصيل اللي ما حد يذكرها، ذكر تفاصيل طريقة التحليل الإحصائي وكيف تحللت البيانات وكيف تمت المقارنة، هاي إحنا ما حد يذكرها. يذكرون تم تحليل الإحصائي باستخدام برنامج ساش كذا كذا وحسب المعادلة التالية. هذا الأخطاء مال 1980 لحد الآن قاعد تنعاد. لا، أذكر طريقة التحليل شنية، يا طريقة استخدمت، يا برنامج استخدمت، تو واي لو ون واي، إيش كان مكرر، شلون قارنت، أساس المقارنة قررت شنو هو، كل أذكرهم. ليش؟ يعني حتى وراك يجي يشتغل نفس شغلك. واضحة؟ بعدها يمكن تجزئة العمل إلى فقرات، وكل فقرة مفصلة تسهل على القارئ. شغلك ما منطق العمل فصله، ما جزء
قسم جزء ثاني جزء ثالث جزء رابع ماكو مشكلة. فشيء مفصل ومتجزئ حتى يكون أبسط للقارئ. ليش أبسط للقارئ؟ اليوم أنا مشتغل على الدم، ومضر مشتغل مع حفظ القلب، يعني إنسان مضر مشتغل على الهرمون، وأستاذ سنان مشتغل على الوزن. من يجي إنسان مضر شو العلاقة بالدم؟ يدور وين الهرمون. سلام من يجي يدور وين الوزن، أنا أدور شنو الهرمون. لذلك إذا أدمن شو أسوي لازم أضطر أن أقرأها كلها. ها شنو هو صعوبة على القارئ. بس إذا مجزئها قبل جاء مضر سهل يريده أخذه، سلام جاء يريده أخذه، سهل ومو صح. إذا لازم أنا أجزئ حتى تكون أسهل إلي وأسهل للقارئ. طبعا آخر شيء فذا مقولة شفتها عجبتني قلت خلي أخليكم إياها. يعني يقول لك الطيار قبل أن يقلع بطائرته للمرة الألف، كل طيار من يقلع لابد أن يتحقق من جميع الأجهزة. أكو طيار يطير قبل ما يتأكد من أجهزته، مو صحيح؟ أحسن، لأن التحليق الآمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التأكد من جميع مستلزماته على أفضل ما يرام. يوم أنا باحث من أريد أناجح أكون ناجح لازم أتحقق من شغلي، لازم أشوف شغلي كله هو شنو يعني حسب المعايير اللي عندي، حسب الشغل اللي عندي، حسب الستايلات اللي عندي. لذلك من أنجح بتحقيق هذه الستايلات وهذه المستلزمات أنجح في كتابتي، واضحة؟ ومن أنجح في كتابتي بالماجستير في طبيعي أنجح بالدكتوراه، وننجح بالدكتوراه أصير باحث ناجح، وما أصير باحث ناجح فاني خادم المجتمع وخادم جماعتي. سلام وصح. إذن هذا هو الهدف من عنده، لازم إحنا نكون يعني على قدر المسؤولية اللي راح ناخذها. ترى لا عبالكم راح تقعدون بالدارة وتروحون، لا ترى اللي 6 سنين هذا كلام تتذكروه، 6 سنين الجاية تختلف اختلاف جذري. ترى الحين طلب منكم هواي شغلات، من انت ماجستير او انت دكتور حتى انت كنت مدير زراعه راح ينطلب منك ترقيه، وراح ينطلب منك يعني بحوث والقاب علميه، كله ينطلب منك. لا انتم تتعينون ان شاء الله، يعني انا اتوقع يعني اتوقع تعينون هسه حسب القانون الجديد يعني اي ان شاء الله اكو طلبوا ولدي يعينوهم. شوفي يعني هي يعني هسه احكي لك شنو الوضعيه، هاي المصادر اللي استخدمناها. وبالاخير شكرا لحسن اصغائكم.